بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. أعزائي المشاهدين الكرام، من هنا من مركز جرجة محافظ السوهاج، حيث الاحتفالات المتتالية بنصر أكتوبر، ويضم معنا مجموعة من الفنانين في مهرجان ومعرض الخط العربي والفن التشكيلي. من هنا من محافظ السوهاج مركز جرجة، معنا أولا السيد الأستاذ محمد المغربي مدير تحرير الأهرام. معنا الأستاذ محمد المغربي نائب رئيس تحرير الأهرام، يعرفنا بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمد المغربي، نائب رئيس تحرير الأهرام مخطط الأهرام. طبعا أنا جيت النهاردة بدعوة كريمة من الأستاذ عادل مطاوع منسق ملتقى سوهاج للمبدعين في الخط العربي والفنون التشكيلية، وطبعا بطبيعة عملي كمحب للخط العربي وكصحفي أهتم باكتشاف المواهب من جميع أنحاء الجمهورية، بجوب المحافظات شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لاكتشاف المواهب الشابة من الجنسين في الخط العربي وفي الفن التشكيلي أيضا، لأن الخط العربي مرتبط رباط وثيق بالفنون التشكيلية الأصيلة، حيث أن الخط العربي يعتبر أبو الفنون الإسلامية والتراث الإسلام الأصيل. طبعا أنا لثالث مرة أزور مدينة جرجة وأحضر احتفالات الخطوط العربية، وفي نفس الوقت بيبقى في شهر أكتوبر احتفالا بنصر أكتوبر المجيد الذي يتشرف به كل مصري على أرض الوطن. طبعا يعني يعني أنا بقدم التهنئة لشعب سوهاج وعامة وشعب جرجة خاصة باهتمامهم بالاحتفال السنوي بهذه الذكرى الكبيرة والعظيمة أيضا، من خلال تقديم مواهب شابة في الفن التشكيلي وفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية. استاذ محمد، حضرتك ممكن تكلمنا عن رحلتك مع الفن التشكيلي ومع الخط العربي؟ الخط العربي كان بدايتي في الأهرام منذ عام 84، ومن قبل أيضا كنت في الأهرام من خلال عملي في مجلة الزمالك قبل أن أصبح خطاطا للأهرام. وطبعا الخط العربي مارسته من خلال عناوين، كتابة عناوين كبار الروائيين والقصاصين في مصر، أمثال ثروة أباظة، إحسان عبد القدوس، زكي نجيب محمود، الدكتورة بنت الشاطئ، رشاد رشدي، عبد الرحمن الشرقاوي، الأستاذ يعني مع الاحتفاظ بالألقاب يعني، وكذلك الأستاذ فاروق جويدة والأستاذ أنس منصور والأستاذ إبراهيم نافع، برضو كتبت له مجموعة من العناوين. طب كلمتك النهائية في هذا المؤتمر لجميع الناس؟ ألف مبروك بمناسبة احتفالات أكتوبر المجيدة، وألف مبروك إن شاء الله نجاح ملتقى سوهاج للمبدعين للخط العربي والفنون التشكيلية، وأتمنى الخير والسعادة لكل محب الخط العربي والفنون التشكيلية ولأهالي جرجة وسوهاج جميعا. شكرا لحضرتك، ونتمنى نشوفك في لقاء آخر. ربنا يخليك، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. دائما ما يتجدد اللقاء، وخاصة مع أهل الخبرة ومع أهل الفن. ومعنا
أحد رموز الفنون التشكيلية معنا يعرفنا بنفسه. الفنان التشكيلي فتحي إدريس، عضو نقابة الفنانين التشكيليين وعضو أتلي القاهرة، ويعني مساهم في الحركة التشكيلية في مصر بشكل عام. أهلا وسهلا بحضرتك، نورت محافظة السوهاج كلها ومركز جرجة خاصة. ممكن تقول لنا حضرتك رحلتك مع الفنون التشكيلية ومع الخط العربي؟ رحلتي مع الفنون التشكيلية بدأت من بدري خالص، يعني من منتصف ستينات القرن الماضي. كنا مجموعة من الفنانين، يعني تكاتلنا وخذنا على عاتقنا إنشاء أو إحياء حركة تشكيلية في محافظة المنيا، وخرجنا بها من النطاق المحلية في المنيا إلى النطاق القومي. وبعد كده ظهر من المجموعة عدد من الفنانين على مستوى العالم، نذكر منهم الفنان محمد نادي، خبير تجميل المدن الجديدة في وزارة التعمير، الفنان محمد جادي الكريم، فنان صالح الشريف، مجموعة عديدة يعني من التشكيليين كان ليهم تأثير في فترة الستينات وما زال ليهم تواجد في الحركة التشكيلية حتى الآن. بنذكر الشهامة، بنذكر الرجولة، بنذكر التاريخ الكبير لمحافظة سوهاج اللي كانت في يوم من الأيام عاصمة للصعيد، يعني إذا قلنا المنيا عروس الصعيد فسوهاج هي عاصمة الصعيد بحق دون مجاملة، مش عشان أنا على أرض سوهاج، دي حقيقة فعلا، بقادتها بروادها بمبدعيها بكل الفنانين، وخاصة الأجيال اللي طالعة اللي شفناها في المعرض بتاع النهاردة، شيء مشرف جدا جدا، ونأمل أن يكون فيه اهتمام أكتر، وخاصة في هذه الفترة اللي بتمر بها مصر، بتتعرض لهجمة شرسة جدا من الخارج، كل هدفها طمس الهوية المصرية، إبعاد الشباب عن حب الوطن، انغماس الشباب في المخدرات وفي التصرفات الغير لائقة، والمجتمعنا عمره ما كان يعرفها في يوم الأيام. هدف هذه الهجمة كمان هدم القيمة المصرية والهوية المصرية، هدم الجيش المصري، وشفنا الهجمة الأخيرة اللي حصلت. مطلوب ان احنا نهتم بالشباب اللي طالع، نغذيه بروح الانتماء، نغذيه بروح حب الوطن، وخاصة لما ننتهز مناسبة زي مناسبة انتصارات اكتوبر ونحيي في الناس روح اكتوبر، وشفنا ازاي 100 مليون مصري اجتمع على مشاهدة فيلم بيذكرنا بالحرب المجيدة، ده كان شيء رائع جدا، شيء تقشعر له الأبدان. يعني المصريين حينما يقرروا شيء بينفذوه، المصري عنده روح التحدي، عنده روح الصبر، وشفنا ده في فترة حرب الاستنزاف ازاي الجند المصري تحمل 6 سنين متواصلة من 67 لغاية 73 لغاية ما حقق الانتصار، شيء رائع جدا، ده بيميز الشخصية المصرية. نرجو الاهتمام بالشباب، وندوس جامد على كلمة الاهتمام بالشباب، ويعني ندوس كمان على الأخلاق، التربية قبل التعليم. شكرا لحضرتك، ونتمنى أن نلتقي بحضرتك مرة أخرى. استاذ محمد المطرفي نائب رئيس الاحرار الرابط، استاذ مصطفى
ألف مبروك انتهى معرض الفصل العربي في مدارس الإعلام. أنا أبو مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. مختلفا عن كل عام انه يواجه هناك
عظيمة خاصة بها اليوم، تشارك فيها رموز وشباب من المجتمع لمحافظة الظهر والمحافظات الذين لقوا رداء الفن وتحملوا مشقة السفر. الفنان الكبير والصحف اللامس الأستاذ محمد المغربي نائب رئيس تحرير جريدة الأعراب ورئيس شرف المنطقة، والفنان الكبير فتحي إدريس فنان محافظة البيت الأول، أهلا وسهلا بهم في مرجى مدينة العلم والعلماء. كما لا يسوغ لي قبل أن أقل كلمتي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا القصر معنويا وماديا، ونخص توجيه التقدير الموسيقية وفريق المؤهلين في إدارة الجهة التعليمية، فريق مدرسة الجهة الإعدادية مناخ، وكل الشكر للأستاذ عبد الحسن إسماعيل مدير في المدرسة، وكل الشكر للإعلامي الكبير الدكتور أحمد عوض قناة الحدث، وكل الشكر للدكتور الأستاذ أحمد مهران والصحفي أمام الأستاذ سيد هوان جريد وطن والأستاذ علاء فاروق. وهناك جنود مجهولين محبين للفن قام هذا الحفل برعايتهم، يستحقون كل تقدير واحترام، دفعهم إلى ذلك حبهم وتقديرهم للفن والفنانين، وهما الأستاذ مشيل مالك الجمل المحاسبة شهاب ولد الدولة، الأستاذة هويدة جابر حماد، الدكتورة السفيرة هويدة عطر، الأستاذ وائل الصغار، الحاج عبد الوارث الجلاس، الأستاذ محمود محمد البيجوني سماحة، الدكتور عيسى حساني عيسى، الأستاذ مروان البارود سلسلة محلات السباحة، الأستاذة الفاضلة الأستاذة إيمان اسكندر مطبعة الهدى للطباعة، لهم كل تقدير واحترام. خالص الشكر والتقدير، وشكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.
يا
مباشرة يا بشرة طهرة لي قبل ما أعرفكم. استاذ احمد طاهر استجمال برضه استاذ عادل بصالح. استاذ احمد طاهر استاذ استاذ بعد استلم الشهاده الاستاذ احمد طاهر تعود يتفضل لان انت المعلق بتاع استاذ احمد طاهر. استاذ احمد طاهر طب اتفضل استاذ الفنان العبقري استاذ علاء جاب الفنان المتواضع المحبوب صاحب الخط العبقري ابن قرية مزار تحية خاصة المتواضع ابن الأزهر. موفق يا سعادة موفق يا شباب مزار تحية قريبك يعني الأول المتقدم العظيم الذي شرفنا على مستوى الجمهورية أول المحافظة أول جرجة الفنان عمرو محمود الرجل الذي يستحق منا كل التحيه لبعض راسنا يا عمرو على مستوى الجمهوريه والله. اول محافظه سابع جمهوريه اول جرجه يا فندم. الفنان المتواضع المحبوب الاستاذ جونيور رفعت. جونيور رفعت الاستاذ جونيور رفعت الذي كان له دور كبير في المتحف المصري او المتحف السويدي. طيب الاستاذ جوني اتفضل استاذ رمضان السلمة. طيب اللغه العربيه بكل ما فيها الفنان الاستاذ رجب بدوي فليتفضل. يا استاذ رجب ابن الجبل ابن بيت داوود اللغه العربيه والعبقريه يعني الفنان الكبير. ابن الاداره التعليميه ابن الخط العربي الشاب المحبوب الفنان الخبور الاستاذ علاء احمد جاب. استاذ احمد جاب طبعا قسم الحسابات عندك في الاداره يعني حاجه تفخر بها الخطاب وفنان استاذ احمد جاب فين؟ استاذ ناصر الصافي الفنان الاستاذ ناصر الصافي. لا استاذ ناصر تعال الاستاذ جابر محمد خضير استاذ جابر محمد خضير استاذ جابر الرسومات العظيمه استاذ جابر طبعا محمد بدري مش هيرتاح له بال الا لما يركب كده على جنب عشان يقول الفوال ويجي رائد محمد بدري الفوال ابننا الفاضل الطالب المتميز الذي جاب الكثير من المعارك فتحيه للفنان رائد الفوال جاب عنه يا محمد والد الوز عواه يا اخوي استاذه احلام ورمضان محمد معلش يا باشا ما سمعتوش رجلك استاذه احلام ورمضان محمد الفنانه احلام رمضان محمد يعني من الطلاب المتميزه عندنا في التخصص الفنانين اللي هم لهم مستقبل عندنا ربنا يبارك لك. تتفضل الفنانة ميرنا ملجي سعيد. الفنانة ميرنا ملجي سعيد جرجة والبليانة متوافقان يا طبعا يا ميرنا انت عملت يعني ايه النهارده شغل عبقري في الكوكب. الوحدة الوطنية. مش الناس تسلم على الناس كلها. ميرنا هاني محمد الفنانة ميرنا هاني محمد ميرنا هاني محمد زكريا بنت الدكتور محمد زكريا الخطيب رحمة الله عليه وأحد فنانين المستقبل والمهدي دكتور هاني محمد زكريا طبعا الشرطة ما فيش فايدة ولكن هو بس تسلموا على السلطة. الفنانة منار أشرف الظروفة يا عيني اتظلمت معانا يا ريس كان عندها فازة كده واتكسرت وزعلت وقعدت تبكي لكن برضه في الآخر فنانتنا المعروفة اللي ليها التحية سلموا بقى عليها. الفنانة نجاة عاطف الفنانة نجاة عاطف طيب السلمة الأستاذ عادل
استمع استمع يا زوجي، لم يعد وصلت دين بعدها يا ريس. طبعا ما جبناش ورده من فضه هتحصل كام؟ فالفنانه العبقريه ورده من فضه طلاب المعهد المتميزين يا فندم، يعني فنانه ورده من فضه بعد كده خد يا بنت من الاستاذ حمدي، وانت خد يا ورده من الريس. استني بس استني يا فندم، بنت في الصف. يلا يا ورده نستعد ونعود للفن، والفن هو الفن. يا سلام لما الفنان ابو صوابع نشيد وطنيه بكون مشكل، بكون مثل كنت او مسيحي، انت مصري مش غريب. مثل كنت او مسيحي، انت مصري مش غريب. عمرنا كله يد واحده والهلال حضن الصليب. سلم بينا على عيسى ويلا نصلي على الحبيب. جرحك يا مصر والله وجرحك كان صعيب، لكن بعز ولادك والله جرحك راح يطيب. والارهابي فيك يا بلدي عمره لينا ما كان حبيب. دكت اجراس الكنايس، دكت اجراس الكنايس والازل رفع الخطيب. وكل جيشك كل جيشك دم ولادك اللي واوى يا النقيب. والجنود حرب اليهود العرفوا يا الرقيب. وما تنسيش قلم ولادك حارب بيه الشاعر والاديب. حلفتك يا مصر، حلفتك يا مصر بحضرتك وجنينك، وحلفتك يا بلدي بقرآنك وإنجيلك، وجيشك وشعبك وضيع أنادينك، وعيون ولادك اللي سهرانين حنينك. لا ترفع اسم الشهيد واحد شرف ميادينك، ياللي دينك ياللي دينك بقرآنك وإنجيلك، لو تنادي عليا في الدلو أنادينك مثل المسيحي في القلب شهيدينك. حلفتك يا مصر بحضرتك وجنينك، وحلفتك يا بلدي وقرآنك وإنجيلك. مصر يا بلدي يلي بحبك غرت في السما طيرك، ورفعت علمك رفعت علمك زي الأحلى فساتينك. ضم ولادك يا بلدي بقلبك وشرايينك، يلي كبرت في غيرك وشربت من نيلك. حلفتك يا مصر بحضرتك وجنينك، وحلفتك يا بلدي بقرآنك وإنجيلك. لا ترفع اسم شهيد لواحد شرف ميادينك. بقول تسلم يا سيسي، عشان انا عندي ابن اسمه سيسي صغير عم يشوف سنين. بقول تسلم يا سيسي، تسلم يا سيسي اللي على بلدك امين. تسلم يا اللي حفرت اسمك في قلوب الوطن وفي قلوب الملايين. تسلم الشرطه واولادها، تسلم الشرطه واولادها وعيونهم السهرانين. يسلم جيشك يا مصر اللي بيرد كيد المعتدين. انهض انهض يا مصري، مصر بتردد، مصر بتردد نار والنوع وامين. لا للارهاب والعنف، لا للتجاره باسم الدين. تسلم يا سيسي اللي على بلدك امين. تسلم اللي حفرت اسمك بقلوب الملايين. تسلم الشرطه واولادها وعيونهم السهرانين. يسلم جيشك يا مصر اللي بيرد كيد المعتدين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت عظيم وسبحانك. شكرا لك. انا قصيدة كده تعتمد في الهدوم الزيتون. امراض بعيد كده حلوين عشان الستات والواسع المحترم. يقول لي المربع الاولاني. بنات الاصول مش لعبة. بنات الاصول مش لعبة تجرجر فيها للداري. يا تعرف معنى الكلمة يا تنفر تهدر الداري. يا بنتي يا عابسة للجد، يا بنتي يا عابسة للجد، ينفع عيون لبى المعاشر. اديني من الزر جد عشان ما عادش هرمارة ماشي. يا راجل يا ابو الكعب يطلع تمن برضه كلامك عن ناس ماشي. دي جت هريحة من الغرس جلبت عرشها هرمارة ماشي. فرحان يا بلدي ومنورة شامي، ضمانة في حضنك رغم أحزانك وجعك. فرحان يا بلدي ومنورة شامي، ضمانة في حضنك رغم أحزانك وجع السنين عمره ما يعدي.
حبيبي واستاذي الاستاذ محمد كمال الشاذلي فليتفضل. حضر يا سالم. استاذ محمد بغدادي الفنان الكبير، الاستاذ الفنان الكبير الاستاذ ممدوح عباس البعوض، الفنان الكبير استاذ ممدوح عباس البعوض. استاذ رمضان الحالي جاء يا باشا ما تضيعوناش يعني ده جاي من عكاظ. الفنان المبهر العبقري الاستاذ عبد العال عجاب. استاذ عبد العال عجاب. الجند المجهول الذي قام على اعمال لا تعطر وتحصر في معرض الفنان محمد منصور، الاستاذ محمد منصور، الاستاذ محمد منصور الجند المجهول في هذا الحق وصاحب المجهول في الكفار. استاذ احمد طه استلمنا برضه الاستاذ عادل الخارع. استاذ احمد طه ما زاد بك قريبك يعني. الاول المتقدم العظيم الذي شرفت على مستوى الجمهوريه اول المحافظه اول جرجة الفنان عمرو محمود، الرجل الذي يستحق منا كل التحيه لبعض راسنا يا عمرو على مستوى الجمهوريه. والله اول محافظه سابع جمهوريه اول جرجة يا فندم. الفنان المتواضع المحبوب الاستاذ جوني رفعت. جوني رفعت يا استاذ رياض ابن الجبل ابن بيت داوود اللغه العربيه والعبقريه يعني والفنان الكبير. ابن الاداره التعليميه ابن الخط العربي الشاب المحبوب الفنان الخبور الاستاذ علاء احمد جاد. حضور استاذ جابر الرسومات العظيمه استاذ جابر. ابننا الفاضل الطالب المتميز الذي جاب الكثير من المعارض هذا احلام رمضان محمد. تتفضل الفنانه ميرنا ملجي سعيد. الفنانه ميرنا ملجي سعيد يرجع البليانه متوافقان يا استاذ. الفنانه ميرنا هاني محمد. الفنانة منار أشرف الظروف. يعني الفنانة العبقرية وردة من فضل. طلاب المعهد ما تمكنا منهم يعني. فنانة وردة من فضل بعد كده خد انا الدايت من الاستاذ حمدي وانت خد يا وردة من الرئيس. استني بس استني طب بس بنت الصوت. يلا يا وردة مستعد. Yeah.
انا اعرف، لكن انا عايز الكل يعرف نبذه عن الشخصيه. فطر استاذنك للساده المشاهدين وجمهورنا الحاضرين تعرف نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. ماهر عبد الخالق عبد الله، مدير عام الشؤون التنفيذيه لمديريه التربيه والتعليم، وحاضر اليوم نيابه عن الدكتور عامر شرتوت وكيل وزاره التربيه والتعليم. انا مدير عام الشؤون التنفيذيه لمديريه التربيه والتعليم، حوالي سنه ونص بالمسابقه اللي اقيمت في محافظه سوهاج، وكنت مدير اداره الفاكولتي التعليميه سابقا، ثم قبل ذلك كنت مدير متابعه باداره الفاكولتي التعليميه، ثم تدرجت في المناصب. من اول ما كنت معلم في المدرسه بدأت من سنة 2011 في المناصب الإشرافية بالإدارة التعليمية، حتى وصلت إلى مدير عام الشؤون التنفيذية ومديرية التربية والتعليم. اسمح لي في البداية أن أرحب بالسادة الحضور جميعا، كلهم باسمي وبصفتي، أرحب بزملائي من التربية والتعليم ومن خارج التربية والتعليم، أبنائي وبنات الطلاب، وأهنئهم باحتفالاتنا في شهر أكتوبر. أول احتفال تهني فيه زمايلي المعلمين بيوم المعلم العالمي يوم 5 أكتوبر، ثم بعد ذلك النصر الكبير وذكرى انتصار أكتوبر، وأهني جميع القيادات الشرطية والعسكرية بمحافظة سوهاج، وأهني شعب سوهاج جميعا، وكنا في احتفالية رائعة الأمس القريب بإدارة الفاكولتي التعليمية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، وكانت فعلا احتفالية رائعة. لكن أبت إدارة جرجة التعليمية أن تقول ها هو الجنوب مثل الشمال تماما، وجميع أواصر ونواحي محافظة سوهاج بقيادة الدكتور أحمد الأنصاري بتبعث برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة لجمهورية مصر العربية، لتقول لهم أن محافظة سوهاج من المحافظات المتميزة في مجال الأنشطة التربوية، وهي تحيي بجدارة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب بجميع إداراتها التعليمية. شكرا لحضراتكم. أنا بقول لزمايلي في التربية والتعليم، أي نشاط هيفيد الطالب تعالى مد إيدك وتلاقي إيدي في إيدك لقدام، لأنه ده مصلحة الطالب، وأنا مستعد في أي وقت تحت أمركم في أي وقت. بقدم لحضراتكم تحيات الدكتور عمرو شلتوت وكيل الوزارة، وهو بيعتذر لحضراتكم نظرا لظروفه الخاصة، وكل سنة وأنتم طيبين. الإسراء يا جماعة والله العظيم تحية للإسراء، يعني الريس أبى أن لا تكون بجوارها ويوردها. صادمة الخط العربي ده محمد بيه اللي بتيجي يوميا وتتحدى كل هذا من أجل أشكال الخط. ماشي يا اسراء، اسراء لنا اللقاء يا اسراء مع السلامة. نصور يا جماعة اسراء الطالبة المتميزة التي تعشق الخط، وإذا جئتم يوميا إلى مدرستنا ستجدون من أول الطلاب اللي أنا بعتز بيهم اسراء أحمد، يعني اسراء عاطف حامد، لها كل التحية والتقدير. شفت يا أستاذ محمد العشق الخط بيعمل إيه؟ أستاذ عادل أحمد العوض اللي سبب وجهة تعالوا جنبوا لينا بالتكبير. طبعا تتفضل السيدة فاطمة ياسر إبراهيم. فاطمة ياسر إبراهيم تحية لفاطمة ياسر إبراهيم. احنا هنا يمكن هو ده يا جماعة المطرح مش سقف، يعني شايفين كمان التحدي يا جماعة. تحية للأم وللطفل والطالبة على مالك يا فندم، على مالك تحية خاصة. احنا فضلك يا دكتور تعالى معانا في الحاجات الكويسة. Oh,
سلطان من اغنيه الصوره والتحيه. اكثر من صوره يا قصه سلطان هيكل والله. كل القيادات كل عام وانتم بخير. استاذ محمد المغربي اتفضل. الاستاذ الصحفي الاستاذ محمد المغربي فينك في الصوره الجماعيه والفنانين؟ اكثر من صوره. نوسع يا جماعه كده ناخد الصوره كده مفتوحه شويه. نوسع كده ناخدها مفتوحه شويه عليها. نفتح كده الدايره. نفتح دايره يا محمد يا بكر ما تخلصش. يلا. انا واحد. اتفضلوا يا استاذ رمضان كده يا استاذ نجاح. اتفضلوا اتفضلوا. استاذ محمد المغربي والفنان الاستاذ محمد. تعالى هنا اتفضلوا يا باشا اتفضلوا يا مخي. بس اتفضل يا فنان. هي دي يا باشا الحفله هي دي النعت يا استاذ مونو. فين الموسيقى التصويريه يا استاذ مونو؟ يا استاذ ممدوح هي تسلم الايادي على فكره. تسلم الايادي بالله عليك يا شيخ. أعزائي المشاهدين الكرام، دائما ما يتجدد اللقاء وخاصة مع القيادات، مع من رفعوا علم مصر، من اجتهدوا من اجل مصر. معنا ضيفنا الكريم يعرفنا بنفسه. مهندس علي يوسف وقير، رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينه جرجان. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك تقول ايه للشعب المصري في هذه الاحتفاليه المباركه؟ طبعا احنا مع الشعب المصري بنحتفل بانتصارات اكتوبر المجيده. يمكن احنا عاصرنا حرب اكتوبر واحنا تلامذه في المدارس الابتدائيه. فانا من مواليد 1963، وكان عندي حوالي 10 سنين. كانت مشاركتنا في الاحتفالات في المدارس والاناشيد والاغاني الوطنيه، وعشنا اللحظات من اول البيان الاول للقوات المسلحه حتى البيان الاخير اللي اعلنوا فيه انتصارنا وعبور قناة السويس وتحطيم خط برليف المنيع. ونحن نعيش هذه الذكريات الجميلة ونحتفل بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر، والتقى سوهاج للمبدعين بانتصارات أكتوبر. النهاردة كنا سعداء جدا بما رأيناه من فن تشكيلي ورسم وفي شعر وفنون غناء وموسيقى، وحسسنا أن هناك أمل في الرقي والتقدم لجمهورية مصر العربية بشبابها وأبنائها، وأن الجيل القادم أفضل وأن القادم أفضل بكل المقاييس. مع هذا الحماس وهذا الشباب والحماس الذي رأيناه في عيون الشباب وفتيات مصر، إن شاء الله القادم أفضل ومصر بإذن الله منتصرة دائما. وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسيادتك ونتمنى أن يتجدد اللقاء دائما معك. الكرام، نعود لكم من جديد من هنا من مركز جرجا محافظة السوهاج والاحتفال بانتصار أكتوبر، ومعنا ضيفنا الكريم إسماعيل شلبي مدير البنك الزراعي المصري بجرجا. اهلا وسهلا بحضرتك. تحب تقول لي حضرتك للشعب المصري في هذا الاحتفال الطيب؟ والله احنا بنحتفل بالسادس من اكتوبر العاشر من رمضان، فتحيه الى الشهيد الزعيم الراحل الرئيس انور السادات باحتفالات السادس من اكتوبر. هل شاركت حضرتك قبل كده في اي مهرجانات خاصه بالخضره العربيه؟ انا كل عام بشارك في هذه الاحتفاليه ولن يفوتني أي عام. وكنت رئيسا لمجلس إدارة مركز شباب مدينة جرجا على مدار 10 سنوات، كنا نحتفل بها سنويا بهذه الذكرى العظيمة. شكرا لحضرتك ونتمنى نتجدد اللقاء معك. ومعنا ضيف آخر يعرفنا بنا. سلام بحضرتك أستاذ أنور. تحب تقول إيه رسالتك للسيد القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الرسالة؟ والله نهنئه على نصر أكتوبر يعني، ونهنئ الأمة المصرية والأمة الإسلامية جميعا يعني على نصر أكتوبر. احتفال جيد جدا، وإحنا بنحتفل كله جميع المصريين واخد بالك ما شاء الله. يعني إحنا نعتز بالاحتفال سنويا وشيء جيد جدا. وبرضه ندعو من الأخوة الحضور برضه لهم الشكر جزيلا، والقائد الحضور اللي موجودين بارك الله فيهم على الاحتفالية الجميلة دي. وجرجة مركز جرجة عامة يعني ما قصروا بارك الله فيهم. شعورك ايه في هذا اليوم الكريم؟ والله شعور جميل جدا 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 واخد بالك يعني جدا جدا صراحة يعني شيء شرفنا يعني. شكرا لحضرتك ونتمنى نتجدد اللقاء مرة أخرى معك. شكرا أستاذ مصطفى. الله يسلمك.